عبر خدمة سكايب من القاهرة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية ومياه النيل. بعد تحية معالي السفير، بداية ما هي قراءتك لهذا البيان الذي صدر اليوم من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يتحدث عن بدء ملء وتشغيل سد النهضة خلال أسبوعين، علما بأن البعض يرى في هذا البيان وهذا الموقف أنه يعني يضيف غموض لموقف إثيوبي متعند بالأساس في هذه المرحلة؟ لا، الحقيقة في هذه المرحلة علينا أن نتمسك بما صدر عن مكتب قمة الاتحاد الإفريقي والرئاسة الجنوب إفريقية. مصر كانت في مسارها في مجلس الأمن، ويوم الاثنين سنحيط المجلس كما ستحيط الرئاسة الجنوب إفريقية بأن الاتحاد الإفريقي من خلال قمة مكتب الاتحاد ستتولى الإشراف على مفاوضات تديرها الأطراف الثلاث بحسن نية بهدف التوصل إلى حل، مع التزام الأطراف بما فيها طبعا إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب. وأنا أظن أن ده يعني يخص الملء الأول، ونحن في مصر لسنا ضد بناء السد ولسنا ضد الملء الأول، ولكن ضد أن يتم ذلك دون الوصول إلى اتفاق ودون الدخول في مفاوضات تقود إليه تتم بحسن نية. إذا مطلبنا الأساسي تحقق من آلية الاتحاد الإفريقي، وعلينا أن نتابع المفاوضات خلال الأسبوعين. نعلم أن الفيضان هو لمدة 3 أشهر تبدأ من يوليو، ولكن قبل أن يتم البدء علينا أن نتوصل لاتفاق تجمع كافة الأطراف على أن 90% من بنوده تمت إما خلال جولات مباحثات واشنطن التي انسحبت منها إثيوبيا منتصف بعد جولة يناير الأخيرة. ونتمنى إن شاء الله أن خلال الأسبوعين إلى 3 كما ذكر وزير الخارجية الإثيوبي تنجز الأطراف اليسير الذي تبقى على نحو. وهنا السؤال دكتور محمد حجازي، والقمة الأفريقية قالت يعني أن 90% فعلا أنجز من المشاكل العالقة، لكن ما يدرينا أن هذه 10% المتبقية ربما تكون حجر عثرة. نحن لسنا متشائمين، لكن نتحدث عن السياسة فن الممكن والواقع أيضا. كانت عثرة في مفاوضات الخرطوم، استكملنا كل ما له علاقة بالجوانب الفنية في واشنطن ومباحثات الخرطوم الأخيرة عبر الفيديو كونفرنس، ولكن ما تبقى هو الخلاف حول الصياغة القانونية لاتفاق ملزم. نحن نتعامل مع قضية حياتية، قضايا المياه، قضايا يجب ومرتبطة بالأنهار الدولية حيث تتقاسم الدول السيادة وليس هناك احتكار لدولة. علينا أن نلتزم باتفاقيات قانونية ملزمة، وبالتالي أظن الأسبوعين القادمين سيكون فرصة للأطراف كي تصل لهذا الاتفاق القانوني الملزم حتى بين الأشقاء، يعني مصر والسودان. هناك اتفاقية 1959 التي تنظم العلاقات المائية. أما إذا كانت إثيوبيا في جولات المفاوضات السابقة كانت تسعى من أجل أن تكون الاتفاقات على شكل قواعد إرشادية، وأمر لم تقبله مصر ولم تقبله السودان، وبالتالي التوجه الحالي هو صياغة ما سيتم التوصل إليه في شكل قانوني ملزم. توصلنا للاتفاقات الفنية، بقيت ربما آلية فض المنازعات والدراسات المرتبطة بسلامة السد. وأنا أتصور أيضا أن التشغيل المشترك للمنشآت الهندسية، أي سد النهضة وسد الروسيرس وسينار ومروي والسد العالي، أمر هام جدا وضروري. فحجم التصريف الذي سيتم خلف هذه السدود يجب أن يتوافق ويتم بشكل متكامل. من القاهرة سفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية ومياه النيل، شكرا جزيلا لك.